وشديت الشطابه وبديت كنشطب بشويه. قال لي حط هذيك الشطابه وسير تنعس ولا غادي نخلي دابوك، وتميت غادي لبلاصتي واحد شويه وانا ندوي مع الحايس. قلت ليه شوف كيفاش دير حيت عليا تلوين، ما عندي ما ندير به. دازت واحد نص ساعه هو يجي الحايس، قال لوين بغيتك فواحد البلان. قال لي مرحبا قول. قال لي اجي معايا. الله تمو غادين ناطش تحمط. وقال لهم واش تخليوني بايت مع المسطين هنايا؟ ديو عليا دا هو ولا غتجيو غتلقاوني مغيز لي. قال لي الحايس والله ودرتي تنعطيك 2000 درهم. قال لي اسمع هذاك الميكرو واش كتشخو ولا لا؟ ما جاوبتوش، بقيت غير كنشوف فيه. قال لي مصيبه كحلادي ناعس حتى مسطي، تفو على ليلى كيديرها. هو يتخشى في بلاصتو هو ينعس. وصلت جوج ديال الليل وانا نوقف عليه بحال بوغطاش، حيت لي المانطا ويقول لي سويت هاد الميكروب هذا شي حيد محدايا. جريتو من فوق السداري للفوق، هبطتو لعندي اللاط وانا ندخل ليه جوج كروشيات. قال اش بغيتي؟ شكون انت؟ قلت لي غادي نقول لك جوج كلمات. بغيتي تهضر معايا راجل راجل؟ مرحبا. ما بغيتيش غادي نلحقك على المش. لي انت؟ انت اللي قتلتي المش؟ قلت لي انا، وانا اللي غادي نلحقك عليه الا ما دويتيش معايا. قال لي شنو بغيتي؟ الا ساق لك الديب انت اللي قتلتي المش غادي يمحيك من الكره الارضيه. قلت لي الديب حتى هو ساعته جايه، دو معايا انت دابا. بغيتك تعاود ليا بالتفاصيل شنو وقع هذاك النهار فاش اغتصبتو داك الدريه وهي حامله يا حصاه، واش نتوما بنادم ولا حيوان؟ قال لي لا ماشي انا، راه المش هو اللي دار كلشي. قلت لي عرفت المش. قلت لي بغيت نعرف التفاصيل شنو وقع. قال لي عيط علينا المش وبدا كيتشكى منك. دازت 3 ايام عاوتاني عاود عيط علينا وقال لينا راه ماتو كاينه بوحده في الدار وحنا نجيو كاملين للدار. فرقعنا على الباب دخلنا وشديناه. الصراحه في الاول كنا باغيين غير نخلعوك، ولكن الديب قال لينا خليوها ليا عجباتني. هو اللي اغتصب الاول وقال لينا يلا نتوما كاملين خاصكم تغتصبوها، وحنا ما كاينش شي واحد فينا اللي يقدر يقول لي لا. قلت ليه وهاد البلان هذا تبغي لاختك؟ قال لي لا انا ما درت والو. وانا جبد واحد 7 النقشات وانا بدا نشلخ فيه تاهو، نفس القتله اللي قتلت بها المش غنلحق عليه بها الشحموط. وفالثالث خشيت لي داك 7 النقشات تحت الظهر ديالو ورجعتو للبلاصه فين كان ناعس وغطيتو ورجعت تكيت بلاصتي بحال ما وقع والو. صيفطت ميساج للحارس وقلت صافي داكشي هو هداك. واحد نص ساعه هو يتم داخل لوين تخشى لبلاصتو ديريكت هو ينعس. الغد ليه في الصباح كنسمعو الجرس في الحبس كامل، عاوتاني كاين تقلاب، جاو كيدورو علينا في السيلونات كاملين حتى وصلوا لعندنا. خرجنا انا ولوين، الشحموط ما خرجش، بداو كيعيطو عليه فاش جاو يفيقو ولقاو ميت. جاو بغاو يشدونا حنا بجوج. الحارس قال لهم هذا راه مسطي اصلا يدو راكد عليه وشوفوا عنقو كيفاش داير. قال لهم ما يكون غير لوين هذا، وما يشدو لوين. بدا كيحلف لهم والله ما انا والله ما انا. هو يدور ويشوف فيا بدا كيقول لي انت شيطان جا انت شيطان. ما جاوبتوش وبقيت لاوي عنقي مع كتفي. جا عندي واحد الضابط وسولني قال لي واش شفتي شي حاجه؟ بقيت كنحرك ليه في عنقي وتنقول لي لا. شويه كيبان لي الديب جاي قاصد لوين، كان باغي يقتلو غير فكو الناس. واللوين كيقول ليه والله ما انا الديب والله ما انا، هذا هو اللي قتلو غير كيمثل عليكم. وانا يا شاد عنقي وخاشي في كتفي وما كندويش وما مسوقش ليهم. والديب كنشوف فيه وكيبان ليا بحال شي فرق حيدتي ليه الجناح ديالو، وبقى كيبان لك عيان بوحدو، بقى معاه غير واحد وكيبكي. وانا كنشوف فيه ولاوي عنقي مع كتافي وكنقول ليه في خاطري باقي ما شتي والو، اللي جاي كفس من هادشي هذا. المهم داو لوين للسجن الانفرادي حتى يدوز المحاكمة ديالو، وبقيت انا في الحبس وباقي ليا جوج. مشيت تكيت الغد ليك يعيط لي الحارس قال لي مصيبه كهله. قلت ليه شنو؟ قال لي داك ولد الحام عاود تاني غادي يخرج، جا فاصل عليه داك الشخصيه اللي مولف ديما كيفاصل عليه وغادي يخرج غدا، دونك ما
ما بقاش عندك كيفاش دير ليه. قلت ليه وصاحبه؟ قال لي صاحبه مازال باقي فاش كيفاصلو كيفاصلو غير على الديب، اما الشي الاخر كلشي كيدوز العقوبه ديالو. قلت ليه ماشي مشكل، خلي لي غير هذا اللي بقى بعدا والديب خليه ساعته بوحده، هذاك اصلا باغي نطول معاه شويه. الغد ليه في الصباح بان لي الديب كيسلم على الظلمه وتيتوادع معاها وتيقول لي انا غندير لك جهدي، غندير لك شي محامي مزيان باش يخرجك، وان شاء الله من تخرج غادي نبداو حياه جديده وغادي نشوفو شي رجال اخرين يخدموا معانا. عنقو مزيان وبالي عزيز عليه، وما حد كنشوف شي واحد عزيز عليه كتزيد تجيني داك اللذه ديال الانتقام. وخرج الديب وبقينا حنا بوحدنا. دازت واحد 3 ايام وجي عندي الحايس قال لي راه جاتك واحد الزياره. تي شكون؟ انا قلت للدار ما جاني حتى شي واحد. سير قول لهم ما كاينش ولا قول لهم ما بغيت نشوف حتى شي واحد. قال لي هذا ماشي والديك، هذا واحد المرا اخرى كتقول بلي هي ماما تويصال ولا ما عرفت شنو. قلت اه هذيك نسيبتي، سير عندها وقول لها ما يقدرش يشوفك. صافي هو يخرج لعندها قالها لي اه. قالت لي ماشي مشكل، هاك عطيه هاد القفة هادي وعطيه معاك هاد الجوا من يدك ليديه. قال لها صافي كوني هانية. جاب لي القفة، حليت القفة لقيت فيها احسن ماكلة عندي اللي عزيزة عليا ومعاهم واحد الجوا. فاش حليت داك الجوا لقيت فيه تصويرة ديال الوصال والله ديالها مكتوبة فيها 4 ناقص 2 ومكتوبة لتحت برافو عليك. عيطت على الحارس وعطيته القفة قلت لي هاك عيش مع راسك، انا ما فيا ما ياكل. دازت واحد اليومين كندوي مع الحارس قلت لي هات الميكرو بالاخر كيفاش غادي نديرو ليه. قال لي شوف انت واللي بغيتي، بغيتي نجيبو لك السيلون من غدا ولكن غادا تكون معيقة شوية، وإلا جوج الناس باتوا معاك في السيلون ماتوا. قلت لي اه عندك الصح، يعني كاين حل اخر. قلت لي غادي توريني السيلون ديالو فين كاين وغنمشي حتى لعندو. قال لي السيلون ما تيكونش فيه بوحدو، غادي يكونوا هما 3 ولا 4. قلت لي كاين حل اخر، قلت لي الغد ليه غادي نضرب انا وياه وغادي تديونا بجوجنا الحبس الانفرادي، وداك الساعة غادي نبقى انا وياه راس فراس. قال لي ولكن فاش تضرب معاه حاول ما يشوفك حتى واحد، راه عارفينك انت ما كتحركش وما كدير والو، الا عرفوك عادي غادي يعرفوك انت اللي قتلتي داك الجوج. قلت لي كون هاني ما تخافش عليا. الغد لي كان عندنا الدوش وبان لي الدراري كاملين دخلوا كيدوشوا، وهو بان لي كيدوش واحد البلاصه. مشيت حتى البلاصه اللي كيدوش فيها هو وكان خشي يدي وكان صلاه مع العنق، وكان وقف حدا عادي وكان لصق عنقي ما كتفي وكان بقى غير نشوف فيه ونضحك. هو تعصب قال لي شكون اللي كيضرب واش انت؟ ما كنجاوبوش، كان بقى غير نشوف فيه ونضحك. شويه عاود دار كيدوش عاود تصليت معاه عاوتاني، وفي هاد اللحظة طلع لي الطونسيون، هو يدور هو يتلاح عليا، طيحني اللرض وبدا كيدخل ليا في الكروشيات. شوية الحارس جا كيجري، هو يتلاح عليا هو يشدو، قال اش بغيتي عندو؟ السيد غا مريض. قال لي هذا ما مريض ما والو، وقبيلة هو كيصافق فيا، ويقول لي واخا اجيو معايا بجوجكم. هما يديونا للحبس الانفرادي، وحطونا في واحد جوج بويتات ملاصقين. وسادين علينا خاصك تبقى فيها واقف. تكيت على الحيط اللي حداها وبديت كنهضر معاه. الظلمه الظلمه تيقول لي شكون انت؟ علاش داخل ودير لينا التبهلة هادي ودير راسك زعما مريض؟ قلت لي انا هو راجل ديك البنت اللي اغتصبته. قال لي اه اذا انت اللي قتلتي المشوش حمور. قلت لي اياه. قلت لي انت اللي غتلحق عليهم في الطريق. قال لي انا ما درت والو. قلت لي ما تخافش ما غاديش تلحق عليهم الا عاودتي لي شي حوايج باغيهم. قال لي علاش غنخاف؟ انا اصلا سادين عليا هنا وانت انت سادين عليك، ومني غادي نخرج غنقول لهم كاع هادشي اللي قلتي ليا وغيصيفط امك للغباق ديال بصح. قبل ما يكمل الهضره حليت عليه الباب وانا ندخل ليه واحد الكوشيات، طاحوا لي جوج سناد قداميين والدمايات خارجين من فمو من نيفو. قلت لي دابا حليت عليك الباب، غادي تعاود لي داكشي اللي بغيت ولا غادي نلحقك على داك جوج كلاب ديال صحابك. قال لي شنو باغي تعرف؟ قلت لي بغيت نعرف الديب فين غادي يلقاه والبلايص اللي كيبيع فيهم واي حاجه كتخصكم. والله وكذبتي عليا تنعاود نرجع حتى لعندك
وكيف ما دخلت قادر نخرج، ولا خرجت وبغيت ندخل ما غاديش نوحل بالزربة. قال لي لا لا والله ما نكذب عليك. عطاني البلاصة بالضبط فين كيبيع، قلت له السكنة ديالو فين، عطاني المعلومات كاملة اللي كانت خاصاني. من بعد قلت لي ما بقاش فيك هذيك السيدة، هي حاملة وكتموت وانت كتغتصب فيها. قال لي ماشي انا، الديب لي بزز علينا والله تبقات فيا وبقيتي فيا حتى انت. قلت لي واخا قول لي هذاك الديب كون قال لك اغتصب اختك غادي تغتصبها. قال لي اش كتقول طبيعة الحال لا. قلت لي اختك لا وبنات الناس ماشي مشكل، جاتك على قانتك حتى انت ياك شديتو شبعت فيه غير تصافيق، ما بغيتش نبين فيه لا مارة. جبت واحد القنبة وانا ربط الفوق، هو كان طايح فلاد يلا بغيت قاعد وانا نضربو بواحد بوطيل الكرش. شديت هديك القنبة ولويتها لي على العنق ديالو، ولا حتى من فوق واحد الحديدة كانت الفوق، وبقيت كنجر وهو غادي كيطلع وكيتقج وانا كنشوف فيه وكنتلدد في الموت ديالو حتى خرجت الروح منه. ومن بعد جا الحارس عاوني وصوبنا القنبة مزيان على اساس انه انتهر، وسد علينا بجوج وخلانا تماك. قال لي يا خويا سيمو المهمة ديالي سالات، تهلا انا غادي نمشي في حالاتي، غادي ناخذ واحد الكونجي في واحد الشهر نمشي نسافر ونرتاح شوية، وانت غدا غادي يجي يحل عليكم واحد الحارس اخر باش نيت ما يشكوش فينا. قلت ليه نتمنى نتلاقى معاك في شي فرصة اخرى حسن من هادي. قال لي الله يعاونك. وبقيت جالس في السيلون ديالي وعقلي وبالي كلهم مشغولين مع الديب. جا الحارس الصباح بدا كيحل على الظلمة كيلقاه ميت وبدا كيغوت وبقى مسدود علي انا، وتجوقات القضية كلشي عارف ان الظلمة انتحر، عاد ما يحلوا علي انا الباب ورجعوني للحبس. وداك الساعة وليت كنخرج عادي، بقيت غير جالس وكنتسنى غير امتى نخرج باش نمشي نكمل المهمة ديالي. من بعد ما دوزت عامين ونص جا عندي الحارس الجديد وقالي على سلامتك جاك العفو الملكي غادي تخرج غدا ان شاء الله. كاع الدراري اللي كانوا غاديين يخرجوا فرحانين حيت غادي يشوفوا والديهم، وكل واحد شنو كيتمنى يشوف الا انا كنتمنى نشوف غير الديب، حيت هذيك العامين ونص اللي دوزتها كلها دوزتها وانا شادت صوره ديال الوصال كنت كنعس حدايا. المهم خرجت لقيت والديا وماما توصال، هزوني وداوني للدار. مشيت دوزت ودخلت للبيت ديالي، لقيت الوالده ديالي الله يخليها ليا مخليها ليا كيف ما كان نهار الاول. دوزت يومين جات عندي نسيبه وقالت الوالده ديالي عافاك خليني ندوي معاه. غير خرجت الوالده ناضت ويتلاح عليا ويتعنقني، قالت لي ماكش كان صاحبك راجل بحال هكا، شكرا بزاف حيت انتقمتي لبنتي، دابا انا ما ندمت حيت عطيتك بنتي. قلت لها باقي المهمه ديالي ما سالاش، قلت لها باقي راس كبير. قالت لي صافي خلي عليك الزبل باركه غير داك الثلاثه. قلت لها والله ما نتفاك معاه حتى نقتلو. قلت لها وياك والدي سيقول الخبر، هادشي يبقى بيناتنا. قلت لي صافي يكون هاني. دوزت معاهم داك نص نهار وانا نخرج في حالاتي. مشيت للبلاصه ديالك فين كيبيع داك الميكروب ديال الديب، لقيت رجال كيبيعو ولكن هو ما كاينش الاثار ديالو. رجعت للدار نفس الشيء الغد ليه، رجعت نفس البلاصه ما كنلقاش الاثار ديالو، كنلقى غير رجال كيبيعو وهو ما كاينش. طلع لي الدم وانا نطلع للشوطيه، لقيت واحد اللبسه ديال صحاب البلديه كتباع، شريتها ودبرت على الشطابه ودبرت على واحد الطاو ديال الزبل باش ما يجي معايا حتى واحد تماك، حيت الا بقيتي واقف بلا ما كدير حتى شي حاجه كلشي غيبقى حاضيك وكلشي غادي يبقى جاي معاك. اللهم الشطابه. بقيت كنشطب في داك الدرب رجعته كيشعل ولا بغى يبان هو، والصراحه دبرت على مصاريف اللي جا كيلوح ليا درهم زوج دراهم. بقيت بحال هكاك حتى دازت واحد السيمانه واخيرا بان ليا جاي وركب على واحد حديده. يا سلام قلت لي كتعيش، عيش اخر ما بقى في حياتك. البلاصه اللي كان خدام كيبيع فيها كان حدا الكابانو اللي ساكن فيه هو، سمعتو كيهضر مع دوك الرجال اللي كانوا كيبيعوا اللي خدامين عنده. بقيت كنشطب حتى قربت لحداه وسمعتو كيقول لهم
صافي دابا هي قلت المسائل ديالي كامله، صافي انا جيت في خطر دابا. قال لهم الا كان شي مشكل عيطوا ليا، انا كاين غير في الكابانو. كمل معاهم الهضره، بقيت كنشطب حتى سلت من حداهم. ضربت بجايه وحده سبقت للكابانو، غير وصلت تماك حيدت اللبسه ونقصت، طحت مع العساس فاس، عطيته واحد جوج تصافيقات وانا نكتفو. لقيت الكابانو كله كاميرات، فيش كان جاي البلاصه اللي فيها الديسك دير، وحيدتو وانا نحاقو وكاع الكاميرات هزتهم. شويه كنسمع الكلاكسون، مشيت كنجري وحليت لي الباب وما مبينش وجهي، غير يدي اللي كتبان كتحل في الباب. حتى دخل عاود سديت الباب، واحد شويه بدا كيعيط عليا بالسميه ديال العساس، بشعيب وبشعيب تعال لهنا صاحبي. وانا تم غادي عنده وحاد راسي، غير وصلت حداه شاف فيا وقلت كدير انت هنايا؟ يلا بغى يجبد شي حاجه وانا نجمع معاه باش للوجه. هو يتنشاف لاد دورتو لقيتو باغي يزود بيستولي، بالي صاحبو اللي كان راكب معاه في الطوموبيل نزل وتوجي كيجري لعندي. هزيت عليه البيستولي وقلت لي هزو دخلو لداخل، حاول يهزو قال لي راه ثقيل عليا ما قديتش. وانا نعيط على العساس فكيتو حتى هو وقلت لهم طلعوه، ما يتمو غادي نطلع عينو قلت لهم طلعوه حتى السطح. طلعنا السطح لقيت واحد كرسي وباراسول، رياحت مع راسي وسرحت رجليا وخليتهم هما جالسين قدامي. هو كيبان ليا كيتحرك فايق ولكن دايخ بالضربة، مع بدا كيعقل شوية أول كلمة قال ليا قال لي شكون نتا؟ قلت لي معرفتينيش، قال لي لا شكون نتا؟ قلت لي أنا هو داك المسطي اللي كان في الحبس وكان عنقو داير بحال هكا. قال لي آه عرفتك عرفتك، كنقول هاد الكمالة ديما خافياش عليا. قلت ليه انا اللي قتلتك صاحبك المش والشحموط والظلمه كلهم ماتوا على يدي، بقى كيخنزر فيا ويقول لي جنيتي على حياتك والله حتى غادي نعذبك بالله، غير قول لي شكون مصيفطك، غير قول لي شكون مصيفطك وانا نسمح لك والحساب يكون معاه هو. قلت شنو هو تسمح لي؟ وانا نتلقى بواحد الضحكه دي انا غادي نقول لك شكون مصيفطني. مصيفطاني واحد البنت كانت حامله واغتصبتوها، وهذوك الرجال اللي اغتصبوها الشاف ديالهم هو اللي قال لهم اغتصبوها وسميتو الديب. بقى حال فمو كيشوف فيا قال لي واش انت هو راجله؟ قلت لي انا هو راجله. قلت لي ماشي حشومه عليك؟ قلت لي قالوا لي من هنا شي مده قديمه كنتي اغتصبتي شي بنت ووالديها ما قدروا يديروا معاك والو، دخلتي للحبس وعاودتي خرجتي واغتصبتي عاوتاني. قال لي غير تبعصص عليا مع راسك والله حتى غادي نعذبك وغادي نوريك شكون اللي يجي يجلس الديب بحال هكا. طلعت عند العساس وقلت انت قرب هنايا. قال لي شنو بغيتي؟ انا ما كنعرفك ما كتعرفني. قلت لي الا بغيتي تبقى عايش غادي دير هادشي اللي غادي نقول لك. قال لي شنو بغيتي؟ قلت لي حيد الديب السوال. قال لي لا ما قدرش. جبت البيستولي وانا تيري لي فليد ديالو، قلت ليه دابا تقدر ولا ما تقدرش؟ هو يتم جاي يلا بغى يبدا يحيد في السوال. ديب جبت سبعة النقشات هو الشقا لي في عنقو، وانا كنتفرج فيه وكنضحك. وانا ندور عند صاحبو قلت ليه وانت فك ما يحيد السوال ولا بغيتي يوقع لك موقع العساس؟ قال لي انا ما درتلك والو، انا باغي نمشي غير في حالاتي. قلت ليه شوف غادي تخدم معايا المهمة هادي غتمشي في حالاتك، ما غتقضيهاش غادي تموتو كاملين هنايا. الصدمة اللي عجبتني بزاف هي انه ضرب ديب واحد بوطي لوجه، تات ان شاء الله ويحيد ديك سبعة النقشات. وبدا كينصلي في السوال، خلاه متسفح كي ولدات امو. قلت ليه دابا كمل من عندك. وكنشوف في الديب كيبكي كيبكي بحال شي دري صغير وكيقول لي والله لا بقات فيك والله لا بقات فيك. قبل ما يكملها تيريت فيهم جوج، عارف الاخر ما دار ليا والو ولكن حتى هو ماشي راجل. وهنا كتكون سالات القصه ديالنا، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله القصه الجايه غادي تكون احسن من هذه وبزاف، وغادي نحاول ما امكن باش نبدا ندير قصص كامله حيت اغلبيه كيقولوا لي في كومونتيرات ولكن الله غالب مع الخدمه. يلا يلا كنتكافاو مع الوقت. شكرا لكم كاملين، ما تنساوناش الكومونتيرات ديالكم، وشكرا للمحاربين القدماء والجدد، شكرا لكم بزاف.